استهدى بالله يا صالح وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. بقى انت يا عتريس اللي بتقول ليه ده؟ وانت لو ليك حق فيها كنت نطيت في كرش صاحبها وخدت حقك منه. ها؟ لا حول ولا قوة الا بالله. اهو ليه يا حاج وما نطيتش في كرشك؟ لا مالكش حق، والارض ارضي. ارضك؟ قصدي اللي كانت ارضي، ما كنتش اعرف الا ابويا الله يرحمه مضى وصولات لجدك عليها. طيب يا سيدي واديك عرفت. وانا فتحت خشمي الارض ارضك ورجعت لك. ها؟ امال في ايه؟ العيال جم فزعوني من النوم وقالوا لي عم صالح لقيناه مشمر كمامه ونازل في الارض عمال يقلع في القطن ويبوس فيه، يحضن في القطن ويبوس فيه. في ايه؟ ايوه القطن بتاعي، الارض ارضك وخدتها، انما القطن بتاعي انا زارعه انا ورجالتي بيد دول، وفضل يكبر يكبر حته حته وقطنه قطنه لحد ما كبر ما بوسوش. انت محسسني ان القطن ده عايل من عيالك ليه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. طب اقول لك، انت زرعت البذره دي ايام ما كان، وكنت انت فاكر يعني ان الارض ارضك. ايوه. دلوقتي الارض ارضي بما فيها وما عليها وما تحتيها وما شمالها وفي كل الاتجاهات يعني. وزرعت ايه؟ زرعت ايه؟ القطن بتاعي يا عتريس. القطن بتاعك؟ ماله؟ طب اقول لك قول. افسح شويه كده. كيف افسح؟ فسحنا. هتعمل ايه؟ هزرع حلبة ببيتك، وكل يومين اجي اشجر عليها. قلت ايه؟ حلبة وبيت مين؟ رعشت ليه؟ هي وما ترعش ليش تاني. انت زرع، انا هزرع حلبة ببيتك زي ما انت زرعت القطن في ارضي. قلت ايه؟ قطن ايه وارض ايه؟ ده ارضي. يا لا حول ولا قوة الا بالله. ارضك تاني؟ هنرجع للكلام الماسخ تاني. طب اقول لك، فضلا للنزاعات الدوليه والخلافات، ادفع ايجار يا سيدي. ايجار؟ انت نصاب يا عتريس. انا نصاب؟ ايوه انا نصاب. ايوه كده انا نصاب. لا حول ولا قوه الا بالله. وانا جاي اضربك على يدك واقول لك خد اشتري الارض، اشتري الارض يا صالح. بص يا صالح، انا جاي يا صالح علشان اقول لك يا صالح مالكش صالح بالارض يا صالح. يبقى احنا كده يا عتريس مش هنتصالح، احنا نروح المغفر لمحسن بيه. محسن بيه؟ ايوه. يلا بينا. واقف بتعمل ايه؟ يلا بينا. لا انا مستني الحلبه تطلع عشان اشرب حلبه بحليب بيتكو يا صالح. يلا بينا. امشي ماشى شفروك ابك. معاش انا عامل ريما ريتو. ماشي يلا ريتو ماشي. وبعدين دي حاجه تمخول العقل قوي وحاجه تلخبط الراس، مساله صعبه بصحيح يا محسن بيه. مين ده؟ ابن اختك؟ ده العسكري زنات العسكري الجديد يا باشا. يا ابني ما توترناش يا ابني، يا ابني مش ناقصاك يا ابني، خلينا اعرف افكر يا ابني في الموضوع ده. تفكر في ايه يا محسن بيه يا طنطاوي؟ الموضوع ما محتاجش تفكير. معاك حق، الموضوع فعلا مش محتاج تفكير. القطن من حق صالح. ها. ايوه بس خلاص خلص الكلام. ده ظلم. ايوه ما هو الظلم كده ما بيحتاجش تفكير. عايز العدل؟ سيبنا فكر. بص يا محسن بيه يا صفطاوي، احنا ايه طنطاوي يا محسن بيها طنطاوي. انا اسف يا محسن بيها طنطاوي، احنا جايين واثقين في حضرتك. شايف الكلام الموزون؟ طبعا. شايف محاسن طبعا. الكلام طبعا صالح. شايف محاسن الحلو؟ شايفه اسد ازاي وهو واقف قدامي؟ الله عليه. ايوه فما تضيعش اليوم كله بقى وانت قاعد بتفكر واحنا مش فاهمين، وانت بتقول يومين واستنى وسيبني والظلم. ايه الكلام ده؟ ايوه ايه ده؟ شايف قله الذوق؟ شايف الكلام الدبش؟ اعمل انا ايه دلوقتي بقى؟ معلش كفايه ان انا جاي احكم بينكم في حاجه ما تخصنيش. ما تخصكش ازاي يا محسن بيه يا طنطاوي؟ حلو قوي على فكره، قلتها حلو. طنطاوي؟ انا احب اللي يقول لي اسمي بالكامل. ابوك كان حبيب ابويا الله يرحمه. الله يخليه، الله يرحمهم ويحسن اليهم، كانوا حبايب فعلا. قولها لي تاني بقى. يا طنطاوي يا ابن طنطاوي. الله عليك يا عتريس يا ابن ايه؟ يا ابن طنطاوي. اكتب. ايه
خلي بالك ده محشي، ده محشي الدوق. صحش طبعا. الموضوع ما يخصنيش لان مفيش جريمه ومفيش بلاغ. طبعا صح، مفيش حد مقدم بلاغ يا محسن بيه يا صفطاوي. ايه تاني؟ يا طنطاوي. طنطاوي ركز معايا يا ابني، ركز ركز. مفيش جريمه مفيش بلاغ، يبقى انا هوجع دماغي ليه؟ لكن انا بحل الموضوع علشان نفوخي ما يوجعنيش كمان يومين. اشمعنى يومين يعني؟ اقول لك ليه، لان انت حضرتك مش هتسكت، هتروح تاخد القطن بتاعك من الارض. ايوه. عتريس هيسكت؟ لا مش هيسكت. يسكت يا بيه؟ مش هيسكت. ما يسكتش يا معلم، يروح رايح على الارض حالق الارض بالقطن باللي فيها وتقوم العركه، ونفوخ انا اللي يوجعني. بدل ما كل ده يحصل انا بعمل ايه؟ بحاول اكسب وقت واحل الموضوع قبل ما نفوخ يولع منكم انتوا الاثنين. دي حاجه تمخول العقل قوي، وحاجه تلخبط الراس وملهاش حل يا محسن بيه. عايز اعرف ايه الاضافه اللي انت اضفتها بالجمله اللي انت قلتها دلوقتي؟ ولا حاجه، اكتم خالص اكتم. طب اقول لك على حاجه يا محسن بيه، فضل للنزاعات. اتفضل. دلوقتي انا المحكمه حكمت لي بالقضيه وكسبناها بالاوراق الرسميه، وده ما يثبت ان الارض تبعي. وانا ما اعترضتش يا محسن بيه، لكن الارض دي فيها زرعتي، قطني كبر قدامي، وارضي وارض اخواتي قبل ما نعرف ان ابويا الله يرحمه يعني مضى وصلت لجده. يا اخي وانت فالح وفاضي غير في بوس القطن، انزل بالليل. انا بقول لك القطنه كبرت قدام عيني، زرعتها بنفسه طلعت حته حته. وقطنه ما بوسها شيء. بوس ما يبوسهاش. يبوس القطن لا يبوس ويحضن كمان. طبعا طبعا ده قطنته والقطن ما بتكذبش. واضحه جدا حقيقي. طيب نعمل ايه دلوقتي؟ دلوقتي هو زرع كفلاح، عايز يحصد بقى كصاحب ارض، بالذمه دي عقل؟ الموضوع ده واعر قوي وملخبط ومكركب ومعفرط ومعقد ومالوش حل. الاضافه اللي انت بتضيفها لما بتقول الجمله دي ولا حاجه، اكتم خالص يا ابني اكتم. خلينا نعرف نشوف هنعمل ايه يا محسن بيه. اتفضل يا عتريس. دلوقتي لو انا قول لي يا محسن يا طنطاوي. يا محسن بيه يا طنطاوي. ايوه يا محسن بيه يا طنطاوي. يا سيدي انت ما انت فالح. يا محسن بيه يا طنطاوي. شايفين الجمال؟ حلو قوي. بلفك يا محسن بيه بلفك. بلفك يا بيبي. يقول الصح. اتفضل يا استاذ عتريس. ترايك غير لبوس القطن. اسكت. دلوقتي لو انا عازمه يجي يزرع في ارضي هنقول ماشي، لكن دلوقتي الراجل ده جه. طب نفترض يا محسن بيه انك عزمتني على الغداء. ايه وانا انا معاك 24 ساعه في الاسم، ما عزمتنيش ولا مره. اكتم اكتم. خلينا نشوف العزومه دي اخبارها ايه. ايوه عزمتك على ايه؟ على فراخ وقباب وحمام وديك رومي وديناصور وهكذا. عتريس اثبت. المثال ده مش عاجبني، المثال ده هيكلفني كتير. يا سيدي اعتبرنا اعتبر نفسك عزمتني على جبنه قريش وعيش حافه. والله تمامك ده الموجود كتر خيري قوي. جبنه منين؟ اتفضل. دلوقتي لو انا عزمته يزرع في ارضي هنقول ماشي، مش من حق اخد منه حاجه، لكن دلوقتي لو انا افترضت دخلت وخبطت رجلي في الباب بتاعك واخدت الاكل ومشيت هتعمل ايه؟ ده انا احبسك فيها. ايوه احبسك فيها. ايوه اضربك بالنار. اضربه بالنار في دماغه. اهدى يا باشا. اضربني ليه يا بيه؟ بقول لك قبل التاريخ ده اللي قدامك ده اهو كانت الارض ارضي وزرعت فيها والقطنه طلعت ما بوسها شيء. كانت دلوقتي الارض بتاعتي وبالمحكمه وبكل القوانين اللي في الدنيا بتاعتي. نعملوا ايه؟ والقطنه بتاعتي. الموضوع ده هو واعر قوي وملخبط ومكركب ومعقد ومعفرط ومالوش حل. يا ابني ايه الاضافه اللي انت بتضيفها لما بتقول الجمله دي ولا حاجه، اكتم. تسمح لي يا محسن بيه؟ اتفضل يا عتريس. عندي حل للنزاعات والخلافات دي. طب ايه رايكم الراجل ده يدفع لي ايجار الارض وياخد زرعته؟ لا انا ما دافعش حاجه. لا بس ده حل. ايه رايك في الحل ده؟ حل عتريس يدفع الايجار. لا ما دفعش حاجه. هو سعاده البيه ده راجل احمر وراسه مكبب، ما تاخدش بكلامه واعر. ايوه فعلا بس فعلا فعلا. انت ايه رايك في الموضوع ده؟ ما ينفعش. ليه؟ مش حل. لان الموضوع ده ايه؟ واعر قوي ومعقد ومكركب ومعفرط وملخبط. بيضيف ايه مش عارف. لا حول ولا قوه. اوعى اوعى ما تدفع ايجار. قال وبعدين اعمل ايه؟ الموضوع ده واعر قوي ومعقد ومكركب وصعب. وايه الاضافه اللي انت ضفتها الجديده؟ مش انا اللي هضيف يا فالح، جمهورنا هو اللي هيضيف. هيقول دلوقتي مين اللي معاه الحق، صالح ولا عتريس؟ ما تقولوا.
شوفوا معانا مشكلة حصلت بين اتنين، وكل يوم يدخلوا على المخفر متخصمين، ظابط يفكر ويعقد وهالوا المساعدين، وحل المشكلة أصلا عندكم انتم يا مشاهدين، عندكم انتم يا مشاهدين في المخفر، في المخفر.